يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في 13 من سبتمبر عام 2016 طوت الأيام صفحة رجل من رجالات قطر، رجل عرف عنه تفانيه في خدمة هذا الوطن، إنه الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني، أحد أحفاد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس قطر رحمه الله. وإذا كان هذا التاريخ قد وضع نهاية لرجل عاصر مختلف مراحل نهضة قطر الحديثة، إلا أن إنجازاته ستبقى شاهدة على ما قدم، وهي تحكي قصة أخرى من قصص أبناء قطر الأوفياء الذين عرفوا كيف يبدعون في خدمة هذا الوطن. في أحد بيوت الوكرة القديمة كانت الولادة في مطلع عشرينيات القرن الماضي، وبين مساجدها وعلى يد مشايخها تلقى تعليمه الأول. استهل رحلة العطاء مبكراً، فكان ضمن أول تشكيل وزاري بعد استقلال دولة قطر، فأصبح وزيراً للزراعة والصناعة، ليبدأ بعد ذلك فصل آخر من فصول خدمة الوطن، كرس من خلاله وقته وجهده لرؤية الصحراء وقد اكتست بلونها الأخضر. عمل الشيخ فيصل رحمه الله في تحويل الصحارى إلى واحات خضراء من خلال التشجيع على الزراعة، وإليه ينسب الفضل في غرس أولى بذور القطاع الزراعي في الدولة من خلال سلسلة من المشاريع الكبيرة التي أطلقها. ولعل زيارة إلى طريق الخور ورؤية المزارع الخضراء تلوح للناظر من بعيد ما هي إلا ثمرة من ثمار تلك الجهود الجبارة التي بذلها الشيخ فيصل رحمه الله. أسهم الشيخ فيصل رحمه الله في تأسيس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهي الفكرة التي قدمها إلى اجتماع وزراء الصناعة في دول الخليج العربي عام 1976، حيث اتخذ الوزراء قراراً بالإجماع لتأسيس هذه المنظمة لتكون الدوحة عاصمة لها. هذه المنظمة الرائدة أسهمت في قيادة التطور الصناعي في دول الخليج العربي، كما أنها وضعت الأسس الأولية للتعاون الفني بين دول الخليج في مختلف القطاعات الصناعية. في 6 يناير عام 1976 افتتح الشيخ فيصل مصنع الدواجن في قطر، والذي كان هو الأول من نوعه، حيث وفر المصنع في حينها ما نسبته 60% من احتياجات الدولة من البيض والدواجن، ليكون بذلك لبنة أولى لرؤية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمختلف المنتجات، وبداية مبكرة لوعي حرصت الدولة على تعزيزه في قطاعات مختلفة. ولأن الراحل كان ممن آمنوا بأهمية العمل العربي المشترك، فإنه أسهم وعبر العديد من المشاركات في الاجتماعات العربية المختلفة في إنجاح تلك المسيرة المشتركة، حيث شارك في العديد من تلك الاجتماعات، سواء تلك التي عقدت في الدوحة أو التي عقدت في عواصم عربية أخرى. فلقد عرف عنه رحمه الله دعمه لأي جهد عربي مشترك في مختلف المجالات. آمن الراحل بضرورة أن تتكامل كافة القطاعات من أجل تحقيق النهضة، فكما دعم الزراعة والصناعة، كانت له خطوات رائدة في مجال دعم الاستثمار ودعم القطاع الخاص، فكان أن وضع مع آخرين مبادرة تهدف إلى تحفيز رجال الأعمال القطريين وحثهم على الدخول في مجال الصناعة والتصنيع، وكان ذلك عام 1981.
لعبت المبادرة التي تقدم بها الشيخ فيصل رحمه الله في دعم قطاع الصناعات المحلية وتشجيع رجال الأعمال على خوض غمار هذه التجربة التي أثبتت السنوات أنها كانت رائدة وحققت الكثير، حيث أسهمت في تنشيط الاستثمار في هذا القطاع، الأمر الذي انعكس على توسيع المناطق الصناعية في قطر وأيضاً توسيع قطاع الصناعات، مستفيدة مما توفره الدولة من دعم لا محدود. كان نشاط الراحل حاضراً في مختلف القطاعات، فلم يقتصر على قطاع دون آخر، فهو موجود أينما شعر أن هناك فرصة لتحقيق غاية النهضة الشاملة التي آمن بها، وهو موجود أينما وجد أن الوطن بحاجته، فعرفته ميادين السياسة كما عرفته ميادين أخرى، بل لم يبخل بوقته على ميدان الرياضة، فكثيراً ما استقبل وفوداً رياضية قطرية شاركت في فعاليات خارج الدولة بهدف تعزيز تلك المشاركات وتشجيعهم على بذل المزيد. أسهم الشيخ فيصل رحمه الله بالعمل الخيري، وبنى بالإضافة إلى ذلك العديد من المساجد التي ما زالت شاهدة عليه وعلى يده البيضاء حتى يومنا هذا. حفلت حياته رحمه الله بالكثير من العمل والإنجازات، فكثير مما نراه اليوم من حاضر جميل كان للراحل فيه نصيب من العمل والإسهام في تحقيقه، حيث رحل بعد أن تكحلت عيناه رحمه الله برؤية قطر وهي تخطو خطوات واثقة نحو نهضتها الشاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.